السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هند أحمد صفحة ميكون. إن شاء الله النهاردة هشرح درس هو اسمه سلايس كارد. المقصود بيه إيه؟ هناخد فكرة دلوقتي. لو جينا نشوف الفيديو ده، سلايس كارد المقصود بيها هنا إن أنا عندي شكل أو صورة وبقسمها لأجزاء صغيرة، سواء بالطول أو بالعرض، يعني بمعنى أصح إن أنا بقطعها، تمام؟ وبعد كده بديلها إيه؟ حركة معينة علشان تدي في الآخر الإفكت ده. طيب أنا هقطعها إزاي؟ عن طريق برنامج إليستريتور. هفتح دلوقتي البرنامج، فاينل فايل، أختار بليس، واختار الصورة اللي انا عاوزاها، ممكن دي، ادوس على بليس. وسطها تمام، ممكن اكبرها او اصغرها لو انا حابه، يعني كده تمام. طيب وبعدين هقطعها ازاي؟ انا بحب ان انا مش هقطع، انا هو انا اقطع بس ازاي؟ انا هحط دلوقتي شكل هيكون على قد الصورة بالظبط، وابتدي اقطع الشكل، هرسم ريكتانجل، طبعا هكون اسود او ايه، ممكن ابيض، هيكون قد الصورة بالظبط، تمام. يفضل ان انا احط ستروك. ليه؟ علشان انا دلوقتي لما بقطع الشكل ده هلاحظ ان هيكون في بين كل جزء والتاني مسافات، طبعا دي هتظهر في الصوره يبقى شكلها مش حلو، فالافضل ان انا احط ستروك. هبتدي بقى ايه اقطع ازاي؟ كليك يمين هنا واختار اداه المايك تول، ممكن اقطع كده بالطول او ممكن اقطع بالعرض. علشان القطع يطلع بشكل مستقيم هدوس Alt Shift مع بعض كده. انا عن نفسي انا حابه يكون الشكل ده راندوم، يعني مش كل يعني القطع مش قد بعضه، ده بيدي شكل احلى لما باجي احركه، طبعا كل مصمم يعني على حسب ما هو شايف او ما يحب يعني ايه طلع التصميم بتاعه. تمام كده انا دلوقتي ايه بقعد الشكل ده، تمام، ادوس هنا واختار release to layer sequence، تمام. هنا كل جزء كلير لوحده، حددهم كلهم، ننزلهم تحت او طبعا فوق، اول لير دي مفيهاش حاجة نشيلها، هنسمي دي بوي، واحفظ بقى سميها باسم. هدخل بقى على الأخطر وهستورد الملف، ولازم طبعا يكون composition retail layer sizes كل أخبار، دبل كليك وهنلاقي هنا الصورة مع الأشكال اللي هنا، هحطهم كلهم في كومب، كنترول شيفت سي، ممكن اسميهم بوكس. لو شلت دي كده كل على بوكس، وابتدي هنا بقى ايه احرك. انا هنا هستخدم الديسك، تمام، اخلي الانكور بوينت هنا في اتجاه اليمين علشان انا عايز احركهم في الاتجاه،
تمام هجرب على لير واحدة الأول دي هنا اس وأبتدي أجرب كده عايز دي تبقى كبيرة دي ممكن أخليه كده بصفر 40 فريم وارجع دي ل100 وارجع دي برضو ل100 اخليهم بيز اف 9 ومن هنا ممكن اغير شويه من شكل الحلقه تمام كده تبقى سريعه وبعد كده اضيف شويه لو اجي اشوف كده تمام حطه تمام احدد كده كنترول سي واطبقه على كل الليرات اس كنترول في اجي اشوف كده بس طبعا مش كلهم هيظهروا مع بعض لازم يكون في فرق بين كل لير والتانية احددهم كلهم كده واساسا مش مترتبين تمام انا لو جربت كده خليت الفرق بين كل واحدة تانية فريمين بالسيكونس شوف كده الحركة تمام اعتقد محتاجة شوية تظبيط ممكن ارجع من كده شوية شوية كده بسيطة كمان كده مثلا يبقى في رندوم في الحركة طبعا لو انا حبيت اغير اكتر من كده ممكن اغير زي ما انا عاوزة تمام ارجع كده هنا خلي اللير دي تحت وخليها الفا ميت اجي اشوف كده جميلة كنترول شيفت سي واخليها في كومب فوتو فوتو كنترول دي كنترول دي او دوبليكيت اخليهم هنا كده تي اوباسيتي هنا هتبقى بصفر ممكن بعد 40 فريم هتبقى بمية طيب ممكن اعمل فرق كمان ممكن اخلي الفرق بين كل لير والتانية فريمين طبعا انا مش حاسة بأي فرق قوي علشان كلهم نفس اللون طيب لو انا غيرت اللون دلوقتي ممكن اخلي اللي في النص دي تبقى بلون فل احط فل هنا ويكون لون كويس بربل بينك اجرب الاخضر لا ممكن اجرب تمام شوف كده ممكن احط خلي فرق كمان كده تمام كده حلوة جدا ممكن اخلي الورا دي هي اخر واحدة اغير لونها هيو ساتيوريشن اشوف كده درجة مختلفة شوية ممكن يكون بيه كده الشكل بقى جميل جدا
احط بقى خلفيه كنترول واي واختار هنا رام جريدينت رام واخليه جريدينت واخليه كده هنا خميس سكوير كلارز طبعا هنزلها بقى ممكن اختار الوان اصفر او احمر نجرب كده نجرب نشوف الاطراف اقدر نعمل جدا لازم تكون غالية أوي ممكن لو برضه ما عجبنيش الألوان ما عجبنيش ممكن أغير عن كده كمان طيب في إيه كده كمان كده أنا التصميم فلت طيب لو أنا حبيت أخلي التصميم ده طيب لو أورنج ممكن تكون ترجع أساسا هنا في بنيات شوية تمام كده أنا عملت باك جراوند وعملت الحركة اللي هي قطعت السبايس وقطعت الصورة وكده تمام فاضل ايه كده ممكن أعمل حركة هنا أحط كاميرا كنترول شيفت سي وسمي جيمين هخلي دي 3D واجيب الكاميرا اوكي بوزيشن هنا هتبقى كبيرة مثلا والحركة هتبقى كده هتبقى هنا مثلا او خليها كده كده ده كده فريم اللي في الأول فريم اللي في الآخر تبقى كبيرة والعكس بقى تبقى هنا كده وشوفها حتى حركة جميلة جدا تمام طيب في ايه كمان ممكن نحط هنا تحت شادو هعمل برضو سوليد خلي لونها اسود
بعدين اعمل باص في اللوجن فيزر ات خلي طبعا 3D تبقى سلسين نعمل كده خط طبعا كتير صغيرة جدا ممكن كده نقلبها شوية ممكن نستخدم لوج تمام كده أكيد إن أنا بديشن كمان نفس البديشن خليته كله سبتين أجي هنا بقى مثلا ستون أنزلها تحت كده بحيث ده هي الخطوات طبق ايه ممكن تكون تنقل كمان بس تمام كده ده شكله كويس جدا بس طبعا هو مش بيبتدي كده ممكن نخليه يبتدي من اول هنا يعني كده هنا كده هيكون 37 وهنا هيكون 0 وكده يكون عملت حركة ممكن تستخدم كاف زي ما قلت من شوية ممكن تستخدم 3D ممكن الحركة دي تنفع في سلايد شو أتمنى يكون الدرس عجبكم في بس ضغط بسيطة ممكن أضيف كمان في الخلفية بالكولر أكون حركة بتاعتها مع نفس حركة الكاميرا برضو لو حابين تجربوها أتمنى يكون الدرس عجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.